ايه هو دور جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة في سوق التأمين والتحديات اللي بتقابلها وازاي ممكن تتغلب سيادتك على التحديات دي؟ واحنا كجمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، احنا الفكرة نشأت اصلا ان احنا ننشر هذه الفكرة لانها مهنة تدر ربح وعائد وخدمة عالية جدا لرجال الاعمال. فاحنا مهمتنا الاساسية ان احنا ننشر هذه المهنة لدى خريجين الجامعة، لدى طلبة الجامعة، لدى العاملين بالعملية التسويق نفسها، لأن المهنة محتاجة أولا الناس تعرف بعض، محتاجة تعرف أصول المهنة، محتاجة تعرف أدابات المهنة، محتاجة تعرف أدوات المهنة. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل هذا الكلام عن طريق الندوات والمسابقات والاحتفالات بحيث ان احنا نجمع هذا الكلام. اهم التحديات اللي بتقابلنا طبعا هي التمويل، وبنحاول بقدر الامكان نعمل، لان احنا اشتراكنا قليل جدا، اشتراكنا 125 جنيه في السنه، فما بيغطيش تكلفه هذه الامور، لان يعني ربنا بيوفقنا ان احنا بنلاقي دعم ورعايه من الشركات بحيث ان احنا نقدر نعمل هذا الدور. يعني التحديات اللي بتقابلنا دايما هي ان احنا بيبقى في صعوبه شديده في تجميع الوسطاء، لان الوسطاء هم شركات متحركه، يعني سواء كان وسيط فردي او منتج او شركه وساطه، كل واحد من دول انا بسميه مؤسسه متكامله، فهو بيقوم بالتسويق والترويج والذهاب الى الشركه والذهاب الى العميل لاقناعه بما يراه من تخطيط اخطار. فعمليه انك تجمع هؤلاء فدي مساله صعبه جدا، عمليه انك تجمع ما بينهم في فكر واحد او في فكره ان هم يتقاربوا ويتجانسوا وان احنا يكون في بيننا وبين بعض تواصل، ده اللي بنحاول نعمله كحل الازمات اللي احنا بنواجهها في سوق التامين. احنا مشكلتنا دايما ان احنا بنفاجئ بان احنا بنخش على بعض في العمليات، وده بيعمل مساله سلبيه للعميل وللشركه المؤمنه. تمام. احنا بنحاول ان احنا نكون حاجه كده تحل هذا الامر، ان احنا بالعلاقه الانسانيه وبالمعرفه نبدأ ندوب هذا الأمر.